ومنها كان في حماد الراوية أو أبو دلامة، كان مزاحا شديد المزاح، وكان تعرف المهدي الخليفة العباسي، ماتت عمته حمادة وحضروا على القبر، كانت عزيزة عنده وشريفة وكريمة عنده وحبيبة، فحطوا على شفير القبر، وكان الخليفة مغضب وحزين والوزراء معه الأمراء، وأبو دلام ما يترك المزح. نعم. فالتفت إلى أبا دلام يغيعظه يعني، قال يا أبا دلام ماذا عددت لهذه الحفرة؟ قال عددت لها عمتك حمادة. فضحك الحضور. جواب عادل عادل وصادق، قال ماذا عددت لها؟ قال عمتك حمادة. ابن الجوزي في كتاب له الحمق والمغفل يقول انها تروح للنفس وانها تذكر، يعني كما قلنا يقول في بغداد عندنا، ابن الجوزي يعرف هذا، يقول نعم. احمق معروف عندنا في بغداد، عاش نعم. في القرن الرابع الخامس، أيوه. عنده حمار اكرمكم الله، والحمار أكرم. له قيمه ذاك الوقت تكرم. نعم. فلما مرض الحمار ما عنده الا هذا يتكسب عليه ويتاجر عليه، فنذر لله نذر، يا ربي ان شافيت هذا الحمار اني اصوم سبعه ايام. نعم. فشاف الله الحمار فصام سبعة. أيوة. فلما انتهى قام في اليوم الثامن وإذا الحمار ميت. قال أنا يفعل بي هذا؟ يعني أصوم سبعة أيام موت الحمار، والله أني أخصمها وأحتسبها من رمضان. قال فلما دخل رمضان فلما دخل رمضان صام 23 يوم. قال والله أنها سبعة أيام الحمار. حقتنا الحمار. لا حول ولا قوة إلا بالله.